إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وحبيبه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، ولا تحرمنا من شفاعته. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في الخطبة السابقة عن أهل البيت، وتناولت فيها نقطتين: معنى الأهل أو الآل والعترة، ثم تكلمت عما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة من ذكر لفضائل أهل البيت. واليوم سأكمل في هذا الموضوع، ونتكلم على قدر الوقت فيما تميز به أهل البيت، أنهم كانوا أهل عطاء وبذل في المغارم كلها، وعفة وترفع عند المغانم. ثم ما نزل بآل البيت من محن شهد بها كل من كتب في تاريخهم، ثم إذا تيسر الوقت تكلمنا عن ضياع حقهم بين مغالاة الشيعة وحرص وتخوف السنة. أما أنهم أهل بذل وعطاء، ففي بداية الدعوة ومنذ البعثة وفي اليوم الذي صدع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ونادى في قريش ليبلغهم رسالة ربه، هنا اصطفت قريش في جهة وبنو هاشم في جهة أخرى، وامتحن بنو هاشم كافرهم ومسلمهم. فكلنا نعرف أن حصار الشعب، حصار شعب أبي طالب، ضم بني هاشم وضم بني المطلب، مسلمهم وكافرهم، لم يفرق بين أحد منهم. ومن آثار هذا الشعب توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، والذي كان يمنعه من قريش، دخل معه الشعب ولم يتحمل الحصار في الشعب بسبب سنه، فلما انتهى الحصار ما لبث بعد الحصار كثيرا حتى انتقل إلى ربه. في هذا الحصار قاطعت قريش بني هاشم جميعا، فلم يبايعوهم ولم يناكحوهم،
ولم يراعوا فيهم صلة رحم، حتى أكلوا في هذا الحصار ورق الشجر والجلود المتعفنة لإنقاذ أنفسهم من الموت. وظل هذا الحال إلى الهجرة. أصبح بنو هاشم كأنهم متهمون، وتعاملهم قريش معاملة من أسوأ أنواع المعاملة، وهم من هم فيهم، فهم سادة قريش وفي ذؤابة الشرف فيهم. أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل بأهله، فكانوا دائماً في المقدمة، فكما بذل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماله في سبيل الله، بذلت السيدة خديجة مالها كله في سبيل الله أيضاً. وكما كنت أوضح يوم الثلاثاء أن مال السيدة خديجة لم يكن بالقليل، فإن مالها كان يعدل ثلث مال قريش مجتمع، تجارتها كانت تجارة كبيرة. أنفقت مالها كله في سبيل الله، لم تبخل به، أو لم يقل لها النبي يعني اتركي أنت مالك، كانت سباقة في هذا الأمر. ولما أراد أن يخلف بعده واحداً ليرد الودائع، وهو يعلم أنه في خطر وأنه يمكن أن يقتل، خلف أحب الناس إليه، خلف علياً ونام في فراشه ليرد الودائع من بعده. ثم بعد أن أصبحت له دولة وأصبح هناك كفاح دام بينه وبين قريش، بمن كان يبدأ النبي معاركه؟ هل كان يؤخر أهله ليحافظ عليهم ويحافظ على حياتهم ويقدم أصحابه من المهاجرين والأنصار؟ لا، إنما كان يقدم أخص أهل بيته، فإن أول من تقدم في بدر للمبارزة كان عليا وكان حمزة والحارث، وكلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل المعارك، ما كان يؤخرهم ولا يدخرهم ولا يحافظ عليهم، بل كانوا دائما في المقدمة، في بدر، في أحد، حتى في غزوة الأحزاب في الخندق، عندما نادى عمرو بن ود في المسلمين في من يبارزه ويقاتله، وكان النبي يرى عليا غير كفء لمثل هذا الرجل العملاق الصنديد. علي كان ما يزال ما بين العشرين والثلاثين، فقال له النبي: يا علي، إنه عمرو، يعني أنت لا تطيق مثل هذا الرجل. قال: أنا له يا رسول الله. وفي كل مرة ينادي عمرو هذا على الناس ولا يجيبه أحد، يجيبه علي. في آخر مرة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان مما تعرفون أن الله وفقه وجعله يقتل هذا الصنديد. النبي ما كان أبداً يدخرهم، وكان علي حامل لوائه في كل معاركه. وحتى تفهموا معنى حامل اللواء، حامل اللواء هو أخطر شخص في المعركة، إليه تتجه الأنظار، والأعداء دائماً يريدون أن يقتلوه قبل أي واحد آخر حتى تنتكس هذه الراية. ولذلك كان النبي عندما يتكلم عنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: علي جيش في الإسلام وحده، علي جيش في الإسلام وحده. نعم، أعد في خيبر أنها من مناقبه، ولكن أيضاً تدل على ما نريد، فإن النبي يعلم أن حصون خيبر ليست سهلة، ويعلم أن فيها رجلاً قد نكل بأصحابه في القتال وهو مرحب، ويعلم أن الخارج لهذا الرجل
وخلفه هذه الحصون في خطر عظيم، ومع ذلك قال النبي: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سيدنا سعد راوي الحديث: فتطاولنا جميعا، كلنا يريد هذا الشرف. فقال: أين علي؟ وكان الفتح على يديه. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم في كل شيء. فهل عندما قدمهم النبي في كل شيء، هل ميزهم في العطاء؟ هل جعل لهم ما لم يجعل للناس؟ أم أنهم كانوا آخر الناس عند العطاء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته، أصبحت شريعة وليست رأياً سياسياً أو آنياً للنبي، بل أصبحت شريعة ماضية في حياته ومن بعد موته، أنه حرم آل بيته جميعاً، بني هاشم جميعاً وبني المطلب جميعاً، من أن يأخذوا من الصدقة، فحرمت عليهم الصدقة. وذات يوم قال الحارث لعلي: كلم للنبي أن يستعملني على الصدقة، والاستعمال أن يكون من العاملين عليها، والعاملون عليها لهم سهم في الصدقات. فقال له علي: لن يستعملك، لأننا لا تحل لنا الصدقة، ولا أن نأخذ منها. فأول شيء حرمهم من العطاء المبذول للمسلمين جميعاً، والذي يشمل 8 مصارف ليس لأهل البيت فيه منه نصيب، هذا أول حرمان. ثم حرمهم النبي من الميراث منه، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهماً ولا ديناراً. ومات النبي عن بعض أسهم كانت له في خيبر، سهم فدك. فلما أرادت السيدة فاطمة هذا السهم، كأنها نست أنه لا يجوز لآل بيت النبي أن يرثوا منه، فأبى أبو بكر وقال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا. ورضيت، ورضي آل بيت النبي، وكان العباس له حق في هذا الميراث لو كان هذا الميراث ماضيا. أعلم أن هذه النقطة بالذات يشغب بها الشيعة كثيرا، وفي تفسيراتهم يفسرون ميراث يعقوب عندما قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، قالوا ميراثا طبيعيا، ميراث المال، ليثبتوا أن الأنبياء يرثون، وبالتالي يكون اجتهاد أبي بكر خاطئا ويكون قد أغضب فاطمة. ولكن لو كان اجتهاده خاطئا للأين حوارا وسجالا بينه وبين أهل البيت، وهم علماء فقهاء، ما كان لهم أن يدعوا حقا لهم نزولا على أمر أبي بكر. ولكن تسليمهم لأبي بكر معناها أنهم قد اقتنعوا بما ذهب إليه، وأنه كان صادقا فيما ذهب إليه، وأنه كان مصيبا فيما ذهب إليه. لكن خلاصة ما أريد أن أقول أنهم حرموا الصدقات وحرموا الميراث، ثم بعد ذلك لم يكن لهم نصيب من الملك. يعني قد يحرم الإنسان من مال أبيه، أو يحرم من ميراثه، أو يحرم من عطائه، ولكنه يعوض أن يكون له من ملك أبيه شيء. فاقتضت حكمة الله عندما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك أمر الإمامة والخلافة للمسلمين ينظرون فيها رأيهم. فكان اجتماع السقيفة، واجتمع المهاجرون والأنصار في السقيفة على أبي بكر، وما بين أبي بكر وبين النبي من نسب قريب، هو نسب قريش ولكنه ليس من أهل بيته،
وهل لم يكن من أهل بيته أكفاء؟ كان من آل بيته أكفاء، لقد كان علي كفءاً له، بل العباس كان كفءاً لها، بل بني هاشم كلهم كفء للإمارة، ولقد سادوا مكة وسأسوها منذ الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أكفاء. ولكن أرادت حكمة الله ألا يجنوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من المال ولا من الملك والرئاسة، فكانت الرئاسة في أبي بكر، ومن بعد أبي بكر لعمر، هذا من تيم وهذا من عدي، ثم من بعد عمر جاء عثمان، وعثمان من بني أمية، ثم كانت بعد ذلك لعلي، وكانت خلافة لا عطاء فيها ولا راحة، أي أنه لم يحكم كما حكم أبو بكر، ولم يحكم كما حكم عمر، ولم يحكم كما حكم عثمان. فإن الفتن قد برزت، وقرن الشيطان قد برز بعد فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكانت خلافة علي تموج بالفتن، يخمد هذه فتظهر أخرى، ينهي الجمل فتظهر صفين، ينتهي من صفين فتكون النهروان، والخوارج الذي تصدى لهم علي ولم يتصدى لهم غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهؤلاء ألا يتركوا يفسدوا في الأرض، وقال سيقاتلهم أقرب الفريقين إلى الحق، أي أن معاوية وعلي هم الفريقان اللذان عناهما النبي في حديثه، قال الذي سيقاتل هؤلاء الخوارج إنما يقاتلهم أدنى الفريقين إلى الحق، فقاتلهم علي، فكانت شهادة أنه كان أدنى الفريقين إلى الحق. ولم تستتب له الأمور حتى عندما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين معاوية، ثم انتهى من أمر الخوارج، يمكن أن يجلس قليلاً ويفكر في أمر إمارته ويعيد ترتيب أوراقه، ولكنه لم يمهل من الخوارج، فقد دبروا بليل أن يقتلوه هو ومعاوية حتى ينتهوا من هذه الفتنة على قدر تقديره، فنجا معاوية ونجا عمرو من محاولة القتل، وأصيب علي من ابن ملجم بسيف مسموم في رأسه ضربة ما عاش بعدها أيام حتى مات، وبالتالي لم يستقر لعلي منذ الساعة الأولى من خلافته إلى أن قتل لحظة واحدة يشعر فيها بالإمارة أو الخلافة. قالوا له وهو ينازع روحه الأخيرة: يا أمير المؤمنين، أوصي للحسن، وصي للحسن من بعدك. قال: لا، إنما أترككم كما ترككم رسول الله، فهو واحد منكم، لا آمركم ولا أنهاكم، إن رأيتم أن تختاروه اخترتموه، وإن رأيتم غير ذلك اخترتم غيره. فاختاره الناس بعد علي، فكان خامس الخلفاء الراشدين. انظروا إلى ترفعه، وانظروا إلى عظمته، وانظروا إلى نبل أصله، نظر في الوضع القائم الراهن، فوجد أن الأمر لن يستقر، وأن الدماء ستزيد سفكاً، وأن الحرمات ستزيد انتهاكاً، ورأى أن معاوية ومن معه لن ينتهوا ولن يقلعوا حتى يستقر الأمر إليهم، فآثر الحسن على نفسه وتنازل لمعاوية عن الإمارة حتى يحفظ دماء المسلمين، وحتى يلتئم الشمل، وحتى لا تنتهك الحرمات باسمه، فتنازل له، وسمي هذا العام بعام الجماعة، حيث التأمت الجماعة وانتهى الحرب. ثم خرج من المشهد بالكلية وعاد إلى المدينة ساكناً بجوار جده، لم يتكلم في أمر الإمارة من بعد ذلك، ولم يعرف له أي حراك بعد ذلك حتى قتل مسموماً رضي الله عنه وأرضاه. إذن الإمارة لم ينالوا منها شيئا حتى بعد بنو أمية. بعد بنو أمية بنو العباس روجوا لدعوتهم وهم يريدون أن ينقلبوا على بني أمية. بماذا روجوا لدعوتهم؟ هل روجوا بالعباس؟ لا، الترويج بالعباس لا يسعفهم، روجوا ببني علي، روجوا بآل البيت من بني علي، وروجوا لمحمد نفس الزكية، وجمعوا الناس سراً عليهم
فلما انتهى الأمر انقلبوا بنو العباس السفاح وجعفر المنصور على بني علي وأخذوا منهم الأمر ونكلوا بهم أكثر من نكال بنو أمية بهم. فمنذ العهد الأول، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء دولة بني العباس، لم يصب بنو محمد وأهل البيت وبنو علي من بعده لم يصيبوا شيئا، لا مالا فقد حرموا من الصدقات ومن الميراث ومن كل شيء، ولم يصيبوا إمارة ولا ملكا، وكانوا في العطاء هم المتقدمون، هم الذين حملوا اللواء، هم الذين بارزوا، هم الذين قدموا، هم الذين حوصروا، هم الذين بذلوا ولم يأخذوا شيئا. هكذا يجب أن ننظر إلى أهل البيت، كانوا عطاء دائما كاملا ولم يصيبوا من الدنيا شيء، لعل ذلك يكون لهم في الآخرة فيكون لهم الثواب كاملا لا ينقص شيء. هذا في البند الأول أنهم أهل عطاء وبذل، وبخاصة في المحن والمغارب، ثم أنهم أهل عفة وترفع عند المغانم. أما المحن التي نزلت بهم فلم تنزل بآل بيت، لم تنزل بآل بيت من العرب نهائيا، محن كثيرة نزلت به، لا شك أن محن الحصار وكذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بحكمته وحنكته وما له من مكانة في قلوب الناس جميعا يخفف من حدتها ويسيطر عليها، ولكن المحن التي نزلت بهم من بعده مما تشيب له الرؤوس. فلقد بدأت هذه المحن بقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن لكم أن تعرفوا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الروايات، أعرف أن أهل السنة اجتهدوا اجتهادا كبيرا في توهين وتضعيف كل الروايات التي تتصل بمحن أهل البيت، وكأعرف أيضا أن الشيعة بالغوا في الروايات، والحقيقة تضيع بين المغالي والمقصر هكذا، كما قال شيخنا الغزالي عليه رحمة الله: ما عرفت شيئا تواطأت الناس على هضمه مثل الحقيقة، الحقيقة تضيع دائما بين التفريط والإفراط. لكن الحقيقة الثابتة التي لا تحتاج إلى رواية ولا تحتاج إلى أسانيد، أريد أن أقول لكم حقيقة ثابتة. ما هي هذه الحقيقة الثابتة؟ أن آل بيت النبي جميعا قتلوا ولم ينجو منهم أحد إلا صنفين، صنفين اثنين بس، هذه حقيقة بغض النظر عن كل الروايات، هذه مجمل الحقيقة التي يمكن أن نخرج منها من كل الروايات: النساء، ثم اسمعوا إلى هذا الاسم جيد، الوحيد الذي نجا من الرجال من آل البيت، علي زين العابدين. سمعتوا هذا الاسم من قبل؟ تعرفونه جيد، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي حفيد سيدنا علي، الوحيد الذي نجا. ولماذا نجا في كربلاء؟ الحسن قتل بالسم، والحسين قتل في كربلاء ومات معه من أبناء أبي طالب وحده 17 نفسا، ومن أبناء علي وأحفاده ما يزيد عن 10 أنفس. لم ينجو إلا علي زين العابدين. لماذا؟ علي زين العابدين كان في سن 23 أو 22، يعني كان يمكن أن يكون حاضراً في هذه المعركة، كان حاضراً، ولكنه كان مريضاً مرضاً أقعده عن أن يشترك في القتال، ولذلك لم يشترك مع أبيه الحسين في القتال لأنه كان مريضاً، فنجا وحده، وقتل الحسين وأبناء عقيل وأبناء جعفر، كل أبناء جعفر ابن أبي طالب، وكل أبناء عقيل ابن أبي طالب، وكل أبناء الحسن، وكل أبناء الحسين قتلوا، ولم ينجو إلا علي زين العابدين. هنا لما ذهب علي زين العابدين مريضاً مع نساء بيت النبوة إلى يزيد في دمشق، روايات أهل السنة تقول أنه أكرمهم وأنه بكى لما علم أن الحسين قد قتل، وأنه أعادهم مكرمين إلى المدينة، وروايات أخرى تقول
أنهم سيقوا إليه كالآثار، وأنه انتفخ وفرح بذلك. ولما علم أن زين العابدين بن علي رضي الله عنه وأرضاه نجا من القتل، قالوا فكر في قتله حتى لا يفكر أحد من بني هاشم في أن يطلب ملك أبيه وجده. فلكن السيدة زينب بنت علي تمسكت به وحمته منه، ثم أطلق سراحهم وعاد زين العابدين إلى المدينة. وكان زين العابدين كما اجتمعت كلمة المسلمين جميعا بالذهب لشذرة الذهب، لكل المؤرخين قالوا وقت زين العابدين بن علي لم يكن على وجه الأرض خير منه، لا أفضل منه نسبا، ولا أفضل منه علما، ولا أفضل منه تقى، ولا أفضل منه ورعا، ولا أفضل منه كرما. حتى غار منه هشام بن عبد الملك الخليفة المعروف، الخليفة الأموي المعروف، فقال من هذا؟ كان لا يعرفه. قال من هذا الذي تهابه الناس وتوسع له على الحجر؟ كان بجواره الفرزدق الشاعر المعروف، فأنشد الفرزدق من قريحته يرد على هشام بن عبد الملك مباشرة، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير خلق الناس كلهم، هذا ابن خير الناس كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء من ويغضي من مهابته، يغضي حياء ويغضي من مهابته، لا يتكلم إلا وهو يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، هذا جده بالأنبياء به قد ختم. شو الفرزدق من حبه له يصفه وصفا من قريحته مباشرة. زين العابدين هذا فقط هو الذي حفظ نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قتل زين العابدين بن علي في كربلاء ما بقي للنبي عقب من بعده، فكان من نسله الطاهر. جاء بعد ذلك الإمام الباقر والجعفر الصادق والإمام زيد وغيره، ثم بدأت المحن تتوالى على آل البيت. فهذا الإمام زيد وهو ابن زين العابدين بن علي لما خرج على هشام وقتل ودفن، بعد أن دفن نبش قبره وصلب وهو ميت على صليب حتى يكون عبرة للناس. انظروا يا إخوة، قد يكون الحاكم يرى سياسيا أن يفعل ذلك حتى تروا الحال اللي احنا بنعيشه الآن، لكن انظروا عندما يروج الحاكم إلى أمر فيقع فيه العوام. يعني العوام كانوا يرون أن زيد وأن زين العابدين بن علي هذا التقي النقي الورع، هذا الذي إذا رآه إنسان هابه ورأى جلاله، مر ذات مرة قال له رجل في دمشق، قال له قطع الله نسلكم إنكم كنتم تريدون الإفساد في الأرض، هذا من ترويج الحاكم. انظروا الآن العوام بيعملوا كده أي أوقات مع الصالحين، عندما يقول الإعلام أنهم إرهابيين يبقوا إرهابيين، أنهم فاسدين، تجد العوام ينطلقوا خلف هذه الإشاعات. فقال له زين العابدين أما تقرأ القرآن يا أخي؟ قال وما القرآن؟ قال ألم تقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنها فينا نحن أهل البيت، ومن يكون أهل البيت إن لم نكن نحن أهل البيت؟ قال أفيكم؟ قال نعم، فاستغفر الله وتاب إلى الله. يعني انظروا، يعني كان رجل مغفل، يعني هو لا يقولها وهو يعلم، لا، إنما لما علم أنها فيهم الآية استغفر وتاب، لما انساق خلف الإشاعات التي تكلمت على أهل البيت. فكانوا يمرون على زيد الإمام زيد ابن زين العابدين ابن علي ابن الحسين، هذا الرجل الذي انتهى إليه العلم في عصره، له مذهب، إمام متبوع، إمام كبير، وخانه من خانه. هذا الرجل وهو مصلوب كان من الأدب مع آل بيت النبوة حتى أن تتظافر الناس حتى لا يصلب، ولكن كان يمر بعض الناس عليه وهو مصلوب فيرمونه بأقزع العبارات وهو ميت، هو نبش، خرج من بعد أن مات ووسد التراب أخرجوه من قبره وصلبوه.
ومع ذلك كان الناس يمرون عليه فيسبونه ويسبون آل البيت، لأنهم أهل الفساد وهم اللي عملوا كذا وهم اللي أقاموا المعارك والحروب. هذه محن. حتى عندما تولى بنو العباس، بنو العباس يعتبروا من آل البيت، يعني يعتبروا من بني هاشم، وهم أقرب رحما إلى بني علي، ومع ذلك أبو جعفر المنصور كان كل فترة يطلب الإمام جعفر الصادق يأتيه محمد الباقر يأتيه من المدينة محمولا إليه ليحقق معه، ولم ينته، كان يدس عليه العيون، وإذا تكلم كلمة صغيرة كان يقام له تحقيق، ويعني كان محاط بعيون أبي جعفر، لأن أبو جعفر كان يعلم أن الإمام جعفر لن يخرج عليه، ولكن كان يخاف، كان يخاف منه. رويت رواية لا أعلم مدى صحتها، لم أقف على صحتها وقفا جيدا، أن أبو جعفر المنصور لم يعد يراقبه بعد أن نقل إليه وشاية عنه أنه يجمع الزكاة لنفسه ولآل بيته ويناصر إخوانه الذين خرجوا على أبي جعفر. فلما أتى به أبو جعفر المنصور وأتى بالرجل الذي وشى به ثم قال: ما ترد على هذا؟ قال: تستحلف اليمين؟ قال: نستحلف اليمين. فقال أبو الإمام جعفر للرجل: احلف. فقال الرجل: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: لا، لا تحلف بهذا. فقال أبو جعفر: ما تنقم عليه في هذا اليمين؟ قال: إن الله إذا أثني عليه يستحي أن يعجل العقوبة لعبد أثنى عليه. قال: وماذا تريد منه؟ قال: لا يثني على الله، يقول: اللهم إني أفرغ إليك من حولك وقوتك إلى حولي وقوتي. ثم يقول، ثم يحلف ويقول: أنا صادق. فلما فعل الرجل ذلك مات في فوره، فارتعد أبو جعفر المنصور وأطلق سراحه، ثم لم يعد مرة أخرى يتتبع أو يأتي به. لكن ظل هذا حالهم من محنة إلى محنة، من قتل إلى تشريد إلى كذا إلى كذا، ولم يصيبوا بعد ذلك شيء حتى يوم الناس هذا، يعني حتى يوم الناس هذا هو خارج هذه المنظومة. إذن المآسي والمحن التي وقعت معهم لا يختلف عليها اثنان. وأنا ممن يعني يتأثر أن آل بيت النبي وأحب الناس إليه الحسن والحسين وأحفاده لم يقتلوا على يد غير المسلمين، إنما قتلوا على يد المسلمين للأسف. فهذا هو الذي فعلناه لبيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أطيل في هذا، أنا سأنتهي في الخطبة القادمة إلى ما يجب أن نفعله، لا يجب أن ندمر حاضرنا ومستقبلنا بهذا الماضي، ولكن من الإنصاف أن نعرف حق بيت أهل بيت نبينا علينا، لا يجب أن يضيع حقهم بين مغالاة الشيعة وبين تقصير السنة، ولكن يعرف حقيقة هؤلاء، يجب أن تعرفوا هذه الحقائق، لا تحتاج إلى روايات أن آل بيت النبي أكبر محنة مروا بها أنهم قتلوا عن بكرة أبيهم، لم ينجوا منهم إلا النساء وزين العابدين بن علي الذي منه نسل النبوة بعد ذلك، الذي منه نسل النبوة بعد ذلك. إذن هذه محنة يجب أن نتفق عليه. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن بعد حادثة كربلاء وبعد ما فعله بنو أمية أصبحت الأمة منقسمة إلى فريقين، فريق يسمى شيعة علي وآل البيت، وفريق يسمى أهل السنة والجماعة. هذا الفريق أهل السنة والجماعة يقدر لأهل البيت مكانتهم ويعرف لهم حقهم، ولكنه يمشي مع الروايات التي قد تطعن فيهم دون أن ننتبه إلى ذلك، وأنا سأبين ذلك لاحقا. أيضا أهل الشيعة غالوا في هذا الأمر ورأوا أن من إنصاف علي، وهذه من الأخطاء التاريخية التي وقعوا فيها، أن يسبوا الأئمة من قبله، أن يسبوا الخلفاء الراشدين من قبله، فيسبون أبا بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان، هذا سب. لكن بالنسبة لمعاوية ومن معه فهم كفرة وهم في النار، وهذا لم يفعله علي نفسه. فعلي، سأتكلم عن علاقة علي بالصحابة والصحابة بعلي، ولكن علي بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان وكان ينافح عن عثمان، والذين كانوا على باب عثمان وقت قتله الحسن هو الذي كان على باب علي عثمان وقت قتله.
ثم علي نفسه لم يكفر من قاتله، من لم يكفر طلحة، ولم يكفر الزبير، ولم يكفر عائشة، ولم يكفر معاوية، ولا عمرو، ولا من قاتله، بل لما سئل عن ذلك حتى الخوارج نفسهم الذين قاتلهم قالوا: أهم كفار؟ أهم كفار؟ قال: كيف وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: إذن هم منافقون. قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: إذن فما تقول فيهم؟ فعلى ما قاتلتهم وما تقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، فلما بغوا علينا قاتلناهم، ولو فاءوا لكانوا إخواننا. وعندما رأى سيدنا طلحة مدرجا في دمائه في معركة الجمل وقف عليه وبكى، قال: يا أبا عبد الله، أهكذا يكون؟ يعني هذه تكون النهاية؟ إني لا أدعو الله حتى لا يظن أحد أن طلحة يخرج من ربقة الإسلام بقتاله لعلي. قال: إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. قال له أحد من معه في الجيش: أهكذا تقول على من قاتلك؟ أهكذا؟ يعني أنت بتقول إنه تتمنى كونوا إخوانا على سرر متقابلين. قال: ومن يكون إن لم أكن أنا وطلحة؟ من يكون إن لم أكن أنا وطلحة؟ هذه المغالاة من جانب الشيعة جعلت السنة في نفس الوقت يغالون في الدفاع عن هذا، فوقعوا في أهل البيت أو تحسسوا من أهل البيت. ما معنى تحسسوا من أهل البيت؟ أذكر أنني هنا في هذا المكان كنت أتكلم عن الخلفاء، فلما جاء أن أتكلم عن سيدنا علي وأفردت له حوالي 4 أو 5 خطب أتكلم عنه وعن مكانته وعن شجاعته وعن جاءتني خطابات من العوام ومن شيوخ للأسف يقولون: إيه ماذا تشيعت؟ تشيعت لماذا؟ قالوا: ما الذي تقوله هذا في؟ قلت: ماذا أقول؟ هل علي حبه معناه شيعة؟ يعني كما قال الشافعي: إذا ذكرت عليا وسبطيه وفاطمة الزكية قالوا: يا قوم غادروا هذا، هذا قول الرافضية. قال: برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية. الإمام الشافعي برضو كده، هو من بني هاشم، لما تكلم عن آل البيت قالوا شيعة. فأصبح الآن عندما تتكلم عن آل البيت على طول، يعني الكلام اللي أنا قلته من شوية ده هتلاقوا به تعليقات إن أنا بقيت شيعي برضو. ليش؟ لأني بتكلم عن آل البيت. إحنا عملنا إيه بقى أهل السنة بالغباء بتاعنا؟ بالغباء بتاعنا بنجعل أهل البيت حكر على الشيعة، وبنجعل أهل البيت حبهم حكر على الشيعة، وأي واحد يتكلم عن آل البيت يتهم بالتشيع مباشرة. عارفين يعني إيه تشيع؟ عارف يعني إيه تبقى إمامية؟ لابد أن تؤمن بعقائدهم، لابد أن تؤمن بعصمة الأئمة الاثنى عشرية، ده رقم واحد. وأصبح أبو بكر وعمر عندك من أسفل السافلين. فهل عندما أتكلم على أهل البيت أنا بعتقد هذا؟ هل أنا بعتقد عصمة؟ أنا لا أعتقد بعصمة أحد بعد الأنبياء، ولا أعتقد في أن أبي بكر أبا بكر وعمر، وإلا أنا كنت أسب الرسول. أكن أبو بكر يصاحب النبي 23 سنة، 23 سنة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعش بعده إلا سنتين اللي عاشهم بعد النبي. النبي ظل مغشوش في أبي بكر 23 سنة واكتشفناه في سنتين. ده أنا بسب النبي؟ ده أنا تصور واحد معه صاحب سيء 10 سنين ولا 5 سنين وهو ما يعرفش عنه حاجة، يبقى ده راجل ذكي يعني، راجل بيفهم. احنا بنقول ان في ناس الفراسة عند النبي كانت في اعلى مكانتها، يعني ما كانش هيتفرس. فان ابو بكر ده راجل مخادع 23 سنة يموت وهو راض عنه، ثم ينقلب ابو بكر في سنتين، وينقلب عمر بعده مش عارف في كم سنة، وهم دول اللي قعدوا حياة النبي كله معاه. هل يمكن عاقل يقول كده؟ لا يمكن عاقل يقول هذا. إذن أبعد ما يكون أن نعتقد مثل هذه الاعتقادات الفارغة. ولكن إذا تكلمنا عن أهل البيت فيجب أن نقول نحن أهل السنة والجماعة أولى الناس بأهل البيت، وأن نكرمهم وننزلهم منازلهم. مش مجرد أتكلم في خطب عن سيدنا علي تجيني من شيوخ، للأسف من شيوخ، يقول أنت تشيعت. ليش؟ كأنما نريد أن ننقل هؤلاء العظام، الذرية الطاهرة، أطهر الناس، لأن يكونوا حكرا على الشيعة، وأن السنة لا علاقة لهم به في الأدبيات السنية. لكن سأقول لكم أن من علماء الإسلام الكبار الذين لا أشك في إيمانهم وفي حبهم لأهل البيت
عندما ذهبوا ليتطرفوا التطرف الذي يقابل تطرف الشيعة طعنوا في أهل البيت، على رأسهم الإمام ابن تيمية وسأبين ذلك، وعلى رأسهم أبو بكر بن العربي عندما تكلم في العواصم من الخواصم. هؤلاء علماء أثبات كبار، لا أشك في حبهم وولائهم للنبي وآل بيته، ولكن من باب مدافعة للتطرف الشيعي وقعهم في النقيض. فبدل من أن يزنوا الأمور وزنا حقيقيا، لعلي في الخطبة القادمة أنقل لكم بعضا من ذلك حتى نعدل الميزان. إحنا ما يجب نكون أغبياء كأننا بنعطيهم أهل البيت على طبق من فضة، لا، إحنا يجب نقاتل على أن فكريا وعلميا وأدبيا على أن أهل البيت نحن أهل السنة والجماعة أولى الناس بهم، أولى الناس بهم، كما كان مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وعلى فكرة وكان هذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان من مناصر الإمام زيد وأمده بالمال، وكان يجلس إلى الإمام جعفر الصادق كما يجلس التلميذ إلى أستاذه. يعني عندنا الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو الشافعي والإمام أبو حنيفة. لعل الإمام أحمد لم يدرك كما أدرك هؤلاء، هؤلاء رأيهم في آل البيت مختلف تماماً عن بقية ما تكلم بعض العلماء بسبب مغالاة الشيعة. فيجب ألا ننزلق إلى هذا. نحن حتى في العصر الحديث الإسلاميين بيقعوا في نفس المطب، نفس المطب. الشخصيات المهمة والكبيرة على طول نخسرها، ده علمانية، ده ماسونية. الإمام محمد عبده ماسوني، الإمام جمال الدين الأفغاني ماسوني، سعد زغلول الشيخ الأزهري هذا علماني وهو من حارب الإسلام. يعني ندي للعلمانيين والماسونيين أحسن ناس عندنا، المفروض إحنا نكون أذكي. حتى لو والله لو أن لو إحنا أذكي ومحمد عبده ده ماسوني نتمسك بيه ونقول لا مش ماسوني. ليه؟ لأنه فخر لنا نحن الذين نريد الإسلام يعود إلى الحياة أن يكون عبقري مثل محمد عبده في صفنا، أو عبقري زي جمال الدين الأفغاني يكون في صفنا، أو سعد زغلول الذي لم تعرف مصر في تاريخها فترة حرية إلا الفترة التي أمسك فيها سعد زغلول مجلس النواب المصري. ما رأيكم؟ وكان شيخ أزهري خريج كلية الشريعة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سيكون لنا تكملة ننهي بها هذا الموضوع حتى نضع النقاط على الحروف، لأنني راعني ما وجد على شبكات التواصل الاجتماعي في فكرة عاشوراء وغيرها من تنابز ومن تناطح بغير علم وبجهل وبعصبية في أهل البيت وفي الحسين وفي غيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك يا ربنا في يومنا هذا أن ترزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب آل بيته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، وارزقنا حب أصحابه. اللهم ارزقنا حب أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم حببنا إلى الصالحين، وحببنا إلى المؤمنين، وحببنا إلى الناس أجمعين، وحبب إلينا الصالحين، وحبب إلينا المؤمنين، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه أن ترفع الهم والغم والكرب عن بلاد الإسلام أجمعين. اللهم ارفع الهم والغم والكرب عن بلاد الإسلام أجمعين. ارفع الهم والغم عن إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي إدلب وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي الروهينجا وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم تكتب آثار.